فادي كيفك؟ مساء الخير مره ثانيه. يعطيك العافيه. كيف شفت الحلقه اليوم؟ حلوه؟ اكيد انبسطت باعتبار هي على فيينا المدينه اللي عايشين فيها، فشي بيرفع الراس يعني بصراحه. فادي بتعرف انه في يوميا في فيينا تقريبا 7 نشاطات اجتماعيه او عروض عامه خلال كل السنه. كيف تشوف الموسيقى في فيينا؟ فيينا فيينا مدينه قديمه في مجال الموسيقى طبعا، واكيد دار الاوبرا وغير ادوار مثل بورك تياتر المسرح الشعبي والى اخره. في كثير تحسها هيك يعني مؤصله الى هيك مدينه، الى تاريخ فن موسيقي فن، الى تاريخ موسيقي ومؤهله للنشاطات الموسيقيه بالمسارح بالادوار الاوبرا الكبيره الضخمه، مو بس تقتصر على دار الاوبرا الشهيره، في عده اماكن اخرى كمان بتخدم موضوع الموسيقي. طبعا فادي في كثير حكي بدنا نحكي عن فيينا لكن الوقت ما بيسمح لنا، وقتنا قصير. طبعا اصدقائي بنتشكر فادي، بنتشكر الضيوف اللي كانوا معنا، بنتشكر الناس اللي اشتغلت على التقارير، يعطيكم الف عافيه. حنشوفكم اكيد ان شاء الله في حلقه ثانيه. السلام عليكم.